عسلامة، مرحبا بكم على موزايك كافين في هايتيك. كالعادة هايتيك اون ديريكت من برشلونة وين ينعقد الموبايل وورلد كونغرس في دورة جديدة. البارح كنا حكينا على المشاركة التونسية، لكن هات نحكيو اليوم على خبر يفرح بالنسبة للمشاركة هذه، بما انه نعرفوا انه اسبري عندها ستوند، لكن اسبري الفاكولتي بريفي اللي حاضرة هنا في الموبايل وورلد كونغرس ربحت اليوم في التشالنج انترناسيونال في اطار الوايب تشالنج. ربحت اليوم الجائزة الأولى قدام دي ديفلوبور وقدام دي انجينيور اون انفورماتيك يشاركوا من العالم اجمع. دونك خاصه انه بالنسبه للوايب تشالنج وبالنسبه للتشالنج يشاركوا فيه اسبري يخص بالتحديد نوكيا. على كل بالنسبه للزيتوديون والممثلين نتاع ليكيب تاع اسبري تسلموا الجوائز نتاعهم من بكري، مبروك ليهم. لكن خليني نحكي توا على نوكيا.